لو نظر إلى العلة من أفضلية صفوفهن في آخر الصف خيفة الفتنة، بدليل حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس في مصلى مستقبل القبلة، قالت كنا نرى ذلك والله أعلم من أجل أن ينصرف النساء قبل أن يراهن الرجال. ومما يدل على هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين خيرية الصفوف للرجال وخيرية الصفوف للنساء باعتبار أنهم وهن في مكان واحد. لكن لو كنا في مصليات مستقلات، ما هو ضابط الصف المتأخر من الصف الأول؟ ما هو الضابط؟ ما في ضابط. متى نقول إنهن في الصف الأول؟ لا يمكن أن نحكم بأنهن في الصف الأول أو في الصف الآخر إلا إذا كان معهن رجال.